ميدان رافي دار رافي لا تخريب ولا تدمير لا تخريب ولا تدمير الوالي يحضر الشعب منافقين من المطالب الرئيسية هو رحيل مجلس الشعب البلدي لبلدية هونت. داروا الطريق في هذا الأرض تاع الفلاحية تاع باق يوم حبوش يعاودوا لك الشبيبة راها في التهميش والحقرة والعنف علاه راها واقفة هنا راها واقفة على حقها وما 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 تكلموا هذه الشبيبة ماها واقفة هنا حتى الحق عليها المصل العظم 13 عضو يرحل نريد التغيير ثانيا حضور الوالي إجباري يا مصرح جاء فتح الجسر هنا قالت لها 4 كيلو ما جاش هنا البلدية هونت ثالثا فتح تحقيق من أول رئيس بلدية إلى يومنا الحاضر.